عملنا عملية، عملنا 1000 عائلة مازالت تابعة للعمل 24، غادي تسكن إن شاء الله ربما يوم الأحد، غادي نبشركم بها. تقريبا 1000 عائلة راهي مبرمجة باش نخدموا مختلف الأحياء، باش نخدموا نهائيا عملية 24. عملية 25 غادي تتحضر، باش نقول قبل أم بعد ما نقدرش نقول لك، لأن كيوجد الملف ما نجمش نقول لك، لأن كيوجد الملف ما ناخذش ما تحطش عليا. كنت خطرة أعطيت لكم كلمة وحكمتوني، قررت ما نزيدش نعطيكم كلام اللي تحكموني به.